الجيش ديال جالوت خافوا واخذتهم الرهبه وقالوا في انفسهم ان لنا وكيف لنا ان نواجه هذا الجيش العرمرم ونحن قله. لكن فئه من المؤمنين من الجيش المؤمن قالوا لاخوانهم يثبتونهم قالوا لهم كم من فئه كثيرا ما تكون الفئه المؤمنه قليله والفئه الكافره كثيره، ولكن الله سبحانه وتعالى في النهايه يكتب النصر لمن امن. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. التحم الجيشان في معركه حاميه الوطيس، والتجأ المقاتلون المجاهدون المؤمنون الى الله. قال الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا غادي يظهر دور سيدنا داود عليه الصلاه والسلام، حيث كان سيدنا داود عباره عن جندي صغير من جنود طالوت، وكان صغير السن، ومع هذا صنع سيدنا داود عليه الصلاه والسلام وهو صغير السن شاب، صنع واحد المقلاع ووضع فيه واحد الحجر وترصد ذاك الطاغي المتكبر اللي هو جالوت، وبقى كيترصدو من مكان بعيد يرقب حركاته وتنقلاته بين الجيش، الى ان رماه بذلك المقلاع فاصيب بحجر داود فخر جالوت على الارض مغشيا عليه ميتا. قال الله سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وهكذا استطاع داود عليه الصلاة والسلام المتكبر جالوت، وهكذا ارتفع نجم سيدنا داود عليه الصلاة والسلام بين قومه، فأصبح هو الملك وهو الحاكم بعد طالوت. فبعد أن تولى داود زمام الحكم في بني إسرائيل بنى الدولة، حيث أن الله سبحانه وتعالى علمه صناعة الدروع وألان له الحديد فصنع الأسلحة، وطلب من رعيته أن يعتمدوا على أنفسهم في الصناعة والزراعة. قال الله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهكذا أصبح نبي الله داود عليه الصلاة والسلام هو الملك وهو الحاكم بعد أن حقق ذلك النصر الكبير في معركته مع جالوت. تولى القيادة العامة وترحاله الملك طالوت عن الحكم، وأصبح هو الحاكم لبني إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك أعطاه الله سبحانه وتعالى النبوة. فلما تولى سيدنا داود الملك كان عليه الصلاة والسلام منظما لوقته تنظيما دقيقا، فكان يعني مقسم أيام الأسبوع إلى أربعة أقسام. واحد القسم أو واحد اليوم كيخصو بالعبادة، فكان يدخل محرابه ويعبد الله عز وجل، لا يدخل عليه أحد ولا يجلس أحدا. اليوم الثاني كان يجلس فيه في الديوان ليحكم بين الناس. واليوم الثالث كان يعظهم ويرشدهم. واليوم الثالث أو اليوم الرابع كان يجعله لخاصة نفسه. وهكذا واحد اليوم كيعبد فيه الله سبحانه وتعالى يخصصه كامل للعبادة، واحد اليوم كيجلس فيه باعتباره حاكم وقاضي كيحكم وكيفض وكيفصل في الخصومات الواقعة بين الناس، واحد اليوم كيخصه الوعظ والإرشاد وكيوعظ الناس ويعلمهم ويفقههم في أمر الدين، واحد اليوم آخر يخصصه لنفسه. ففي هذيك اليوم اللي خصه لعبادة الله سبحانه وتعالى غادي تقع له واحد القصة غريبة وعجيبة جدا. إذ بينما هو في عبادة الله في محرابه يترنم ويتلو الزبور، إذا به يتصور عليه محرابه خصمان من الناس، جوج ديال الناس وقعت بينتهم واحد المنازعة واحد الخصام، فطلعوا فوق السور ديال البيت حتى دخلوا عليه المحراب ديالو اللي كيعبد فيه الله سبحانه وتعالى.
ففزع داود عليه الصلاة والسلام منهما، وهذا شيء طبيعي لأن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام صحيح هو نبي ورسوله، لكنه يبقى إنسان. فهؤلاء الناس يعني قطعوا عليه خلوته وتصوروا عليه محرابه، ففزع منهم وهالت هذه المفاجأة، وظن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام أنهما يريدان به شرا، فهم بالدفاع عن نفسه صلى الله عليه وسلم، لكن هذين الخصمين يعني هدأ من روعه وقال له لا تخف، ثم أخبراه بقصتهما. يقول الله عز وجل في هذه القصة هذه: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن الخلاصة هذه القصة أن هذين شخصين وقع بينهم واحد الخصام واحد المنازعة، وجاءوا في واحد اليوم خاصوا سيدنا داود عليه الصلاة والسلام لعبادة ربه، فدخلوا عليه محرابهم من غير استئذان، فهاب منهما وخاف منهما، ثم بعد ذلك طمأناه وهدأ من روعه، فقص عليه أحدهما القصة. قال له: هذا أخي عنده 99 نعجة وأنا عندي نعجة واحدة، فأراد أن يأخذ نعجتي. مباشرة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام لم يستمع للشخص الآخر، قال له: لقد ظلمك صاحبك هذا بأن طلب منك أن تضيف نعجتك إلى نعجه إلى نعاجه. ثم قال: إن كثير من الخلطاء الشركاء ليبغي ويعتدي ويظلم بعضهم بعضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. طبعا إن سيدنا داود عليه الصلاة والسلام تسرع في الحكم، إذ كان من الواجب ومن المفروض أن يستمع لكلا الطرفين، ما يستمعش غير واحد، إنما يستمع للمدعي ولمدعى عليه، حتى لو ظهر المدعي في صورة المظلوم فقد يكون هو الظالم. ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى بين سيدنا داود عليه الصلاة والسلام بأنك تعجلت في الحكم، وعاتب الله سبحانه وتعالى نبيه داود عليه الصلاة والسلام على عتاب رقيق يليق بمقام الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فما كان من نبي الله داود عليه الصلاة والسلام إلا أن سجد وخر راكعا واستغفر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ثم يقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه هي خلاصة القصة اللي ذكرها القرآن الكريم في قصة سيدنا داود عليه الصلاة والسلام. وهنا أريد أن أنبه الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن ذاك القصة التي تذكر في بعض الكتب في هذا المقام عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام هي قصة غير صحيحة، حيث نجد في بعض الروايات الإسرائيلية وهي من افتراء اليهود على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام أن داود كان له 99 امرأة، وأنه رأى زوجة قائد جيشه أورية فأحبها فأراد أن يتزوج بها. كل هذا من الخرافات ومن الإسرائيليات التي لا أساس لها من الصحة، وسيدنا داود عليه الصلاة والسلام بريء منها براءة الذئب من دم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. أما القصة الحقيقية فهي ما ذكره القرآن الكريم من أن شخصين من الناس شأنهما كشأن سائر الناس اختصما في مسألة وقعت بينهما، فعرضا هذه القصة على نبي الله داود عليه الصلاة والسلام
فتسرع داود عليه الصلاة والسلام وحكم لصالح أحدهما من غير أن يستمع إلى الآخر، فجاء العتب الإلهي فاستغفر داود ربه راكعا وأناب. أما ما يذكر زيادة على هذا من تلك الروايات الباطلة التي لا تليق بمقام عامة الناس فضلا عن خاصتهم فضلا عن خاصة الخاصة كأنبياء الله ورسله، فتلك لا تمت إلى الواقع ولا إلى الحقيقة بصلة. إذن واضح من الآيات القرآنية أن فتنة داود عليه الصلاة والسلام كانت في تسرعه في إصدار الحكم قبل أن يعطي المدعى عليه حقه في الدفاع وإبداء وجهة نظره وإظهار حجته. وتقول بعض الروايات لقد تبين بعد أن أدلى المدعى عليه بحجته أن المدعي قد سرق النعجة من المدعى عليه، وكم من ظالم يشتكي على من ظلمه على قول القائل ضربني وبكى سبقني واشتكى. إذن المطلوب من الحاكم أن يستمع إلى الشخصين معا وأن يستمع إلى المدعي والمدعى عليه حتى يحكم بينهما بالحق ويعرف الظالم من المظلوم. هذه خلاصة قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. السادة المستمعون، السيدات المستمعات، أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في قصة داود عليه الصلاة والسلام من حكمة ومن موعظة ومن فقه ومن دروس جميلة وجليلة تتجلى في الاختبار والامتحان الذي خضع له بني إسرائيل، وفي الشجاعة والقوة التي امتاز بها نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وفي انهزام الباطل مهما علا وتجبر كما وضح ذلك في قتل جالوت المتجبر، وكذلك في عدم التسرع في إصدار الأحكام كما حصل مع نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل مرة أخرى أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعكم بما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.